بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا لي مر وين دعالة أدون كمال والبو أكجوكتان كسو دواد ورباهنتي ني حالد ده حرادي ملتريقة أو ديقل اللغو دقال لمي مانت إلاي حالي حالد ده أيان ربنا إنان وربحين إذن كسينو إيو قصارة هدبتا ما شكرنا شيء ولا رجو إسبرتي رجو إسبري رجو إسبري رجو إسبري دجال كسود عي أيام فافين إذا كسينا خسارة إذا شيء فريمه الدجال كا رجو كلا رهبي فرين دجال رجو كلا رهب تي سود وادا خيارت خسارة إذا ما تسوق جاري خسارة خواريش تسوق جاري حرادة سيدة أي تهاي قرمتك مهلين نسا مهلين سيدة الله دقال لماي حبادة سيدة أبلابطي أرين كاسان شرحينا عيدة مدى ميشة جوغة عيدة أبدا هرت عيدة مدى ميشة كسبنا اسكرنا في أهايين لكن وحا أبدنا ديقل إيا مرفلة إيا بيمال وركا يادو قبصو مربان حرم عاد شاقي حرم عاد كمجرين وحاماشا جوغي عيدا مضا قرقر ايو عيدا مضا افر ايو طبانك اكتوبر وليبا هل ارر او كميد اه ارر كسديتان اي افراد اي قوتا دا افر ايو طبانك اكتوبر ايان دويد كلياد جالسياد لغو حسوقي بيمال اي ديقلي مريفلها سي شابين لده وصل الله قبصدو اللاي حدنا مدحوينا صوماليا انو كهدلين ايوه ارك اللبات غرغر ايه ماش كسكنا عيدك الصومالي ودن بيسكو جرين لكن مچورة تيغة ديغل ايه مريفلة ايه بيمال ايه حيان تليها ارك غرغر وحان ديلا تليها قوتة غرغر نينك اللي يرادو جريري او او شيء مريحان ayaan dhawayna galmudu ku soo dhaawacmay waa uu ka maqnaa ma joogin goobta sidoo kale taliyaha guutada 14 Oktoobar ninka la yiraahdo Nuur Faray oo u dhashay Abgaal isagana ma joogin rakala joogay meesha wixii dhacayaan marka ku sheega hal hoobiyaha ayaa lagu soo bilaabay xerada شباب حلوقي قان حرام ركى جليان إن أي كسو قرحة كسو جلان لكن مال قرحة لجوك سو جلي كرم ما أهين حرام أو دجلي ضد تكتيك الدجال كي يقانه فرصة ما دجرانية كانت ضع عدد الدجال كا هي ماشي تشوقي دجلي مريفلي بيمال بابور قرح قرحة وتن أي دوني ين إن أي كسو جلان قارجي وسو جلي واي waxay ku soo bilaabeen afartii habeenimo hoobiyeel arraacada looga qaaday ciidanka iyagoo hurda habeenimo ah hoobiye lagu bilaabay jehada ka dhuntay hoobiyaasha marka sidaas loo bilaabay dhammaan difaaciyada wixii saarnaa ee Abgaal ee Habar Gidir way soo carareen hoobiyaha waxa lagu soo waday أفرت هبي نمو إلا إشانتا حبض مدعين حرادة هوبية كليا لقودي دم 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 لقدين قفان كجرين وإلا فضو داي عيدا كهبر قدير أماشي جوغي كما بضنين طبان إيو أما طبان بحنو عاسا ويسوا عرارين عيدا كأبقى الماشي جوغي أفرت ميي أهايين way soo carareen luq ay ku soo baxsadeen dhexda ayay mootooyin ka soo qaateen yaani habadda markay toos ay ugu bilaabanaysay qaraab xamar joogay warag ma isbartay hadda waxa sheegay been maahan hadda aan kula hadlayo xerada hal nin oo habar gidir ay hal nin oo Abgaal ma joogo marka laga reebo taliyihii guutada oo saakay markay xerada laga saaray ciidanka Nuur Faray hal staafkiisa la socda
ماشي جرير إيه يوح جوج الدقل إيه مرفلة يا مريحان إيو يا بيما الله ما أنت أنا قصلة والله ما قصلة إلا إني وبوطن إذا عدا يا حيد إذا عدا يعني أنا أفلة من الوقوف قبصة والله بالله تالله يا فرينت مركز ليس يسهر بحو هبر قدري أبقى لماركاي والله يا والله وحي إيش أجان دل يرضى هذا يجوعان وحي دهن رجى الدفاعية ده عن سكول الجرني هل مر بينك سيبتين حبضن باللبن قارح ده حمر يجوعان أرعبت الله عضي وحن أكل إلا شيء ما أقوله لكن أنا جا شيء هنا إلا انحرضي هذا يتعان تاعي تجا أرضى أركع أبقى لدو جوع تجا أرضى أركع هبر قدري هذا يجوت ما جبتو هل من أو هبر قدري أكبر دمن هل قف أبقال الله بك الله بك اللي متى يسوي وقال لي متنا وكل شيء أنت كلو الدليل مرفلة يبي مال أسكر وحي كل متى واحد هو بيه وجوه الرئي مركو صار معي شن دقيقة هو بيوس عنن هبر قدري أبقال ويكب حين حرضة حمر حمر إيه أنت الله ملا أنا وحنا مباورة كوب حسدان مايا ها موتوين لحظة لحظة إيجاسي أباي ذي ما كده منا أباي ذي أبا الله ذي الله باي ذي تن نعدي ساك الرجال الرجال والله بالله فريد أنت كوي كلام رفت يا أنا أقول لي سنة والله بالله تالله يا عيدا إجرب جو كم عررين ده قالنا تضبان قلي هذا ما فهمي سه وأنا كنا وعمي مركا نما كان بوليت بروف إيو فيلا إيو أدوية سخرة يا أشك هذا ما فهمي سه مركا ده قال وحبا وحباكم هيان سيدا أي عوس هنا وصل عر هنا كنا قريب فنك 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 هو بيكو مركو صوب الله فنك 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 كل ويسع عرين ماشي وحال لوغا سو عرري ديلي مرفله بيمال يا مريحان يا جرر وين يوي كلا سومالي لهال مال يا ويا كره حتى هل قدر اقرش واي وقوفا فاينا مركا رصاصته وحي كو بلاوتاي شنت تا مركي أهيد ساعد جيس كافريكا أرورتي أنت كور رئيس ساعد حرده هو بيالو جراعي حبض مركي باللابطي عيدا كي جروب المهستان وحسو جرماني إلهي أبو رملي سدح جهال لقى صوارة ري أبقال ويك عررين حمري سواء آدين هبدا حمري جوغان هبر قدر ويسواء عررتي حمري تمادي سدح جهان ولقى صوارة ري جرمدنا مجرو waxay go'aan ku gaareen ciidamada in ay dhamaadaan ama ay guuleystaan baabuurkii qaraxa shabaabka ay wateen oo xirada macnaheedu la rabeey in la soo galiyo gorgor babitem ku dhufatay gaariga isagoon xirada soo gaarin bartiisa lagu qirxiyay baabuur kale oo u keyday wateen shabaabka oo caasi ah kale oo dhaawacyada ay ku qaadan doonaan laakiin inta aan taala gaarin marka dagaalkii markuu kululaaday waxaa la dilay Sheikh Yusuf Sheikh Yusuf wuxuu ahaa taliyaha urka labaad ee gorgor darajadiisu waxay ahayd kaptan wuxuuna u dhashay beesha Afgaan waayo taliyihii guutada ma joogo sidoo kale talihi urka markuu geeriyooday macnaheedu talihi urka labaad ee gorgor markuu geeriyooday talihi guutadana jareer uu maqan yahay sidoo kale waxa isagana dhaawacmay oo gacmaha ka go'ay talihi abanduulki urka 84aad شيخ يوسف لا با شيخ يوسف ويا شيخ يوسف لا با حدق لا
banduulka urks 84 ah oo u dhashay digil iyo mirifle oo dagaalka gelinayay markaas maxaa yeelay taliyaha urks 84 Cali Mahdi ayaa lahaa uu maqnaa fasax uu jiray taliyaha urks 84 ee guutada 14 Oktoobar nin moobleen uu ahaa oo sarkaal ah isaga fasax uu ku maqnaa xamar uu jiray sidoo kale waxaa fasax ku jiray si aanan u khaldin abanduulka ururka gorgor abduwahaab oo isagana digilii mirifle u dhashay fasax uu jiray abanduulka ururka gorgor iyo taliyaha ururka gorgor laba waaye taliyuhu abgaal uu ahaa sheekh yuusuf ilaahay uu naxariisto kabtan uu ahaa kaasi uu dhintay weliba markuu dhimanayay xabadaa lagu dhuftay xabadda markay ku dhacday shabaabku xerada dhinac ay soo galeen ay qabsadeen xerada markay qabsadeen xabad bay la kor tageen markay la kor tageen markaas kadib haddana hoobiyo soo dhacay baa dhammaystiray sheekh yuusufka abgaalka ilaahay uu naxariisto laakiin sheekh yuusufka digil iyo miriflaha ah oo abanduulka urug 84 ah labada gacmood baa baf ka go'ay hadda xalan uu yaalla helikoptera la saaray xalan uu ku maqan yahay ilaahay ha caafiyo waa digil iyo mirifle gacmood ku go'ay abduwahaabna wuxuu ahaa abanduulka ururka gorgor fasax uu ku maqnaa waxaa sidoo kale fasax ku maqnaa oo kuu sheegay taliyaha ururka 84 ninka moobleen oo Cali Mahdi la yiraa isagana fasax uu jiray qof kale oo roondo jiray baa jira aan kuu sheegi karo roondada waxaa ku maqnaa taliyaha horinta koowaad ururka 84 ninka la yiraahdo maxamed iidow oo u dhashay biimaal isagana roonduu u jiray lambar konton isagoo roondo ku maqan ayaana si loo mashquuliyo hubiyaal loogu garaacay lambar konton nafsadeeda si aagag badan loogu furo dagaalka waay haddii ciidankii marka taliyaashii ay maqan yihiin abanduulkii la dhaawacay guutada afartan iyo afaraad sheekh yuusuf taliyihii ururka gorgor sheekh yuusufna la dilay ee abgaal ah laba xidigle iyo kabtan bay kala ahaayeen kuwii kalena fasax ay jiraan ciidamada marka yaa hogaaminaya ciidankii hogaan ma leh xeradiina waa la soo galay qayb shabaabaa qabsaday qaraxay rabeen inay soo geliyaanna intaynay soo gaarin gorgoraa qarxisay yaa hogaaminaya laba nin buu ilaahay ciidanka u saaray marka nin la yiraahdo maxamed yariisow oo ah taliyaha ururka taliyaha horinta saddexaad ee taliska ururka 84 ee guutada 14 Oktoobar oo u dhashay digil iyo mirifle oo manaxaan ah beerka madow madegagaxda ah dagaalyahan ah iyo nin la yiraahdo juule maxamed yariisow waa isbatoore iyo nin la yiraahdo juule oo isaguna ah taliyaha horinta labaad ururka 84 ee guutada 14 Oktoobar oo abgaal u dhashay labadaasaa shafka u dhigay ciidamada dagaal geliyay labadaa isbatoore taliyaha ururka taliyaha horinta saddexaad horinta talisku taliye ka yahay maxamed yariisow oo isbatoore ah ururka 84 iyo juule oo isaguna isbatoore ah taliyaha horinta labaad ururka 84 guutada 14 Oktoobar labadaasuu ilaahay ciidanka usoo saaray marka xabar gidiri abgaal ma horey cararaynaya wixii difaacyada ku jiray ciidan hal nin oo biimaal ah hal nin oo digilii mirifla ah iyo hal nin oo beesha dan wadaag jarar weynaa ma cararin inta kale way carareen xamaray isku shubeen hadda xamaray joogaan hadda aan kula hadlahay xerada ma joogaan abgaal iyo xabar gidir gadaalay u soo baxeen xeradii dhinacii laga qabsaday ma ahane shabaabka markay xerada soo galeen qaybtii ku hadhay askarta dowladda dagaalka iyadoo wada ma ahane nimankan labadan taliye waxay sameeyeen yariisa wuxuu ka soo galay